واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هتكلم على موضوع من المواضيع الشائكة المقلقة، وهي ديزاين باترنز. خاصة هتكلم على behavioral design pattern اللي هو ال chain of responsibility. بس قبل ما أبدأ، خلونا نتكلم كده، ندي بريف بس كده عن ال classification بتاعت الديزاين باترنز. عندنا أول حاجة في creational design pattern، ازاي هتكريت الاوبجكت بتاعك، طريقه انشاء الاوبجكت بتاعك هيبقى شكلها عامل ازاي. فمثلا لو انت الاوبجكت دوت مش محتاج، او الكلاس بتاعك دوت مش محتاج منه غير انستنس واحد، بتستخدم سنجلتون مثلا. لو انت عندك اوبجكت بس ليه كذا شكل، بتستخدم الفاكتوري، وهكذا. تاني نوع عندنا فيه الاستراكشرال ديزاين باترن، وهو انت ازاي هتكمبوز الاوبجكتس مع بعضها، يعني ازاي هركب اوبجكت على اوبجكت، زي مثلا الادابتر باترن. تالت نوع عندنا هو البيهيفير اللي هنتكلم عن واحد منه النهارده، وهو ازاي الاوبجكت تنتراكت مع اوبجكت تاني. يعني لو عندي حاجه، عندي اوبجكت او عندي كلاس معين عايز يكلم اوبجكت تاني، ازاي ده هيكلم ده، طريقه الانتراكشن دي هي دي البيهيفير ديزاين باترن. طيب ليه اصلا بنستخدم ديزاين باترنز؟ اول حاجه عشان افويد ري انفنتنج ذا ويل. ليه بن افويد ري انفنتنج ذا ويل؟ يعني انا مثلا دلوقتي عندي مهندس عارف، او ديفلوبر عارف المشكله دي وقابلته قبل كده، ومهندس تاني او ديفلوبر تاني برضه قابلته نفس المشكله، وواحد تالت وهكذا. فاحنا بدل ما كل واحد يبدا يعيد المشكله دي من الاول، او يعني انفنت السولوشن او يكتب السولوشن فروم سكراتش، لا، احنا ممكن مره واحده نقوم عاملين ايه، عندنا حاجه اسمها ديزاين باترن، خلاص انا عارف ان انا هستخدم دوت في السيتويشن الفلانيه. طيب تاني حاجه، كوميونيكيشن ما بين السوفت وير انجينيرز. لما يبقى في واحد عايز يتكلم مع واحد تاني، او مهندس او ديفلوبر عايز يتكلم مع ديفلوبر تاني، فهيبقى سهل جدا ان هو يقول له استخدم الديزاين باترن الفلاني، خلي بالك ده ممكن يبقى الديزاين باترن الفلاني احسن، وهكذا. هي دي مساله الكوميونيكيشن. فالفوكابلري اللي متعلمها في الديزاين باترنز ممكن استخدمها في مساله الكوميونيكيشن ما بين تو سوفت وير انجينيرز. تالت حاجه هي ان احنا نستغل قوه الاوبجكت اورينتد ديزاين، او احنا ممكن، لو طبعا ده لو شغالين اوبجكت اورينتد بروجرامنج، بس لو شغالين فانكشنال بقى في حاجات تمشي كده وحاجات تمشي كده وهكذا يعني. طيب زي ما اتفقنا، ايه البيهيفيرال ديزاين باترن؟ هو باترن بتكتب بطريقه كتابه معينه، طريقه امبلمنتيشن معينه، بحيث ان انت تحدد طريقه الانتراكشن ما بين اوبجكت والتاني. طيب خلينا ناخد مثال على ده. هناخد مثال اول من الحياه العمليه كده، الحياه اللي احنا عايشينها، وبعد كده نشوف مثال في البروجرامنج يعني. فلو جينا شفنا شركه مثلا، الشركه دي فيها تدرج كده، فعندنا في واحد اسمه الدايركتور مثلا في الشركه، ده بيقدر يابروف الكونفرنسز، يقدر يوافق على الكونفرنسز. بعد كده فوق منه في الفي بي او الفايس بريزيدنت، دوت يقدر يابروف اي حاجه البادجت بتاعتها باقل من 1500 جنيه. بعد كده فوق منه في سي او، دوت يقدر يابروف اي حاجه. ودلوقتي عندنا في موظف او في واحد في الشركه عايز يبعت ريكوست، عايز يبعت ايميل، عايز ياخد موافقه على حاجه يعني. تمام، فقدامه حل من اتنين. الحل الاول ان هو يبعت الريكوست اللي معاه ديت للثلاثه بالمنظر ده، يعني هيبعت الريكوست للسي او، هيبعت ايميل للسي او، ايميل للفي بي، وايميل للدايركتور، ويستنى لما يردوا عليه. بس هنا المشكله في الطريقه اللي احنا استخدمناها دلوقتي، ان انا ممكن دلوقتي اولا السي او دوت كل الناس تقعد تكلمه، وهو ما عندوش الوقت ده. يعني ممكن تبقى حاجه بسيطه جدا مش محتاج ان انا اكلم السي او عشان يعملها، ممكن اكلم الدايركتور على طول. تاني حاجه ممكن يحصل ريدندنسي، يعني ممكن الدايركتور يرد عليا والفي بي يرد عليا والسي او، يعني مثلا لو السي او هيرد عليا هيقول لي تمام ماشي موافق، والدايركتور يرد عليا يقول لي تمام ماشي برده موافق. طب ايه لازمته؟ انا كده عندي مشكله. طيب الطريقه الثانيه اللي ممكن نستخدمها هو ان السندر يبعت الريكوست بتاعتي للدايركتور، تمام، يبدا الدايركتور يشوف نوع الريكوست دي، هل الريكوست دي انا اقدر هندلها، هل هي دي ريكوست نوعها مثلا كونفرنس. لو هي تمام اقدر هندلها، خلاص هندل الريكوست وشكرا. طيب لو هو مش قادر يهندلها، يديها للسكسسور اللي فوق منه، يديها للاعلى منه يشوف. طيب نديها للاعلى منه، راحت للاعلى منه هيبدا يشوف هل الريكوست ديت البادجت بتاعتها باقل من 1500 جنيه، هل انا اقدر هندلها كفايس بريزيدنت. طيب لا، ان هو يقدر يهندلها خلاص شكرا، نقف عند هنا. لا، ان هو ما يقدرش يهندلها يقوم باعتها لمين؟ باعتها للسي او. يبدا السي او يشوف الريكوست ديت، طبعا هو يقدر يهندلها ان هو بيقدر يابروف اي حاجه في الكون كله يعني. طيب نبدا نشوف الكلاس دايجرام بتاعنا عشان نفهمه بالنسبه للتشين اوف ريسبونسبيلتي. وده نوع زي ما اتفقنا من نوع البيهيفير ديزاين باترن. عندي كلاينت بتاعي اللي هو الشخص السندر بتاعي، اللي هو الان كان بقى في المثال اللي قلنا ده موظف ولا ايا كان. وعندنا هنا في ابستراكت كلاس اسمه هاندلر، دوت فيه حاجتين، في سكسسور تمام عايز اعرف مين اللي فوق مني، وفي نفس الوقت في ايه، في ابستراكت فانكشن اسمها هاندل ريكوست. طيب بعد كده هاخد كونكريت كلاسز، او هيمبلمنت الهاندلر دوت على صورتين مثلا، كونكريت هاندلر 1 وكونكريت هاندلر 2.
كل واحد هيمبلمنت الهاند ريكوست بالطريقه بتاعته، يبدا يشوف مثلا لو انا سي او مثلا فانا الكونسترينتس بتاعتي كذا 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 كذا، لو انا مش عارف مثلا في بي فانا الكونسترينتس بتاعتي كذا 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 كذا. طب انا اقدر اهندل الحاجه تمام هندلها، ما اقدرش هندلها اقوم باعتها لايه؟ للاعلى مني. طيب امتى نستخدم اصلا الديزاين باترن اللي هو التشين اوف ريسبونسابيلتي؟ اول حاجه احنا عايزين نعمل ديكابلنج ما بين السندر والريسيفر. بمعنى لو انا دلوقتي عندي كود هنا مكتوب في السندر وكود مكتوب في الريسيفر، ايا كان بقى شكل الريسيفر سي او ولا في بي ولا دايركتور، فعشان اعمل مساله الديكابلنج او معنى كلمه ديكابلنج ان انا لما هاجي اعدل في الكود بتاع السندر ده مش هيأفكت الكود بتاع الريسيفر باي شكل من الاشكال. تاني حاجه لو بكتب برضو كود بتاع الريسيفر ده مش هيأفكت الكود بتاع السندر باي حاجه. طيب دي حاجه. تاني حاجه ان السندر بتاعي دوت مش هيبقى عارف مين اللي هندل له ريكوست، مش شرط يبقى عارف، يعني هو مهم عنده ان الريكوست بتاعته تتهندل، هو بعت ريكوست وعايز موافقه، مين بقى اللي هيوافق له عليها؟ هو ملوش دعوه، فهو هيبعتها وتبدا زي ما اتفقنا تطلع من الدايركتور، لو الدايركتور تمام يعملها، لو لا تطلع للفي بي وهكذا. فالسندر مش لازم يعرف مين بالظبط من الايه من الريسيفر اللي هيعمل الايه الريكوست دي. طيب ناخد مثال كده من الكود. لو احنا جينا عملنا ابستراكت كلاس هاندلر زي ما اتفقنا من شويه اهو، في سكسسور وفي ست، وفي ستر فانكشن اللي هي بتسيت السكسسور، وفي عندنا ابستراكت فانكشن اللي هي الايه الهاندل ريكوست. الكود ده باي ذا واي يعني مكتوب بكوتلين لانجويج تمام. فزي ما اتفقنا ادي الابستراكت كلاس بتاعنا، نبدا نخش نشوف الكونكريت كلاسز. عندنا في الدايركتور وفي الفي بي وفي سي او. ابدا امسك الدايركتور مثلا، هيكستند الهاندلر ويبدا يمبلمنت الهاندل ريكوست بتاعته، فيبدا يتشيك مثلا جواه في الفانكشن بتاعته اللي هي الهاندل ريكوست، يبدا يشوف بعد ما يعمل اوفر رايد ليها، يعني هيشوف الريكوست تايب. لو الريكوست تايب بتاعته كونفرنس، يعني هو الريكوست اللي جاله دي عباره النوع بتاعها كونفرنس، خلاص تمام، يبقى هنبرنت مثلا ان الدايركتور كان ابروف الكونفرنسز، وانا هعتبر ان البرنت لاين دوت كده اللي هو ايه ان انا كده خلاص قلت ان الريكوست دي اتهندلت يعني. طيب لو ما ينفعش هيقوم ايه باعتها للسكسسور اللي فوق منه. طيب نفس الكلام في الفي بي، يبدا يبص على الريكوست اللي جايه له، هل هي اقل مثلا من 1500 جنيه وهل هي نوعها بيرتشز مثلا؟ لو الاثنين دول تمام يبقى ايه يهندل الريكوست ان هو هيبرنت يقول في بي كان ابروف البادجت. طب لو لا يبدا ان هو يبعتها للسكسسور اللي فوق منه. اخر حاجه السي او، نفس الكلام لو جات له اي حاجه هو بيقدر يهندلها. طيب برضو هنا في الانام كلاس دوت اللي بيحدد الريكوست تايب، عندنا ممكن تبقى كونفرنس او بيرتشز، وعندنا الداتا كلاس اللي هو بتاع ريكوست، في نوع الريكوست وفي ايه الاماونت اللي مصحوب مع هذه الريكوست. طيب نيجي للمين فانكشن. لو عندنا ثلاث اشخاص، باي ذا واي يعني الاكزامبل دوت انا جايبه من بلورال سايت، كان كورس اسمه بيهيفير ديزاين باترنز ان جافا. فعندنا واحد اسمه براين وواحد اسمه كريستال وواحد اسمه جيف. براين ده الدايركتور وكريستال ده الفايس بريزيدنت وجيف ده سي او. فالاول حسيت السكسسور بتاعت الناس دي، فبراين ده همسكه واعمل له سيت سكسسور، احط كريستال اللي هو اللي فوق منه وكريستال احط اللي فوق منه اللي هو جيف اللي هو سي او. طيب جالي ريكوست ونوع الريكوست ديت كونفرنس ريكوست والاماونت بتاعها ب 500، هبدا ان انا احاول اخلي ابعت الريكوست ديت لبراين، يمسك براين الريكوست دي يشوفها، هل انا اقدر هاندل الريكوست دي؟ هل هي نوعها كونفرنس؟ لا هي تمام نوعها كونفرنس، فيقوم ايه اوتبوت بتاعي ان دايركتور كان ابروف الكونفرنسز، شكرا. طيب الريكوست اللي بعدها جات ريكوست نوعها بيرتشز بس ايه ثمنها 1000 جنيه. طيب هبعتها لبراين، براين هيبدا يمسكها يشوف هل هي نوعها كونفرنس؟ لا نوعها مش كونفرنس، يقوم باعتها للاعلى منه في الايه؟ الاعلى منه في السلسله اللي احنا اتكلمنا عليها او التشين اللي احنا اتكلمنا عليها. يبدا يشوف الاعلى منه، هل الريكوست ديت نوعها بارتشز؟ تمام، اللي هو انا بتكلم دلوقتي على كريستال، نوعها بارتشز تمام، طيب جميل قوي، هل اقل من 1500 جنيه؟ اقل من 1500 جنيه، تمام شكرا، يبقى انا ينفع ايه؟ ينفع ان انا هندلها، فبالتالي هيهندلها ويبقى الاوتبوت بتاعي في بي كان ابروف البادجت اقل من 1500. اخر حاجه وهو ان انا هبعت لبراين برضو هو اللي هو الدايركتور دوت، هبعت له حاجه ب 2000 جنيه ونوعها مش كونفرنس، فبالتالي هو مش هيقدر يهندلها، يقوم باعتها للاعلى منه، الاعلى منه مش هيقدر يهندلها اللي هو اسمه كريستال، هيقوم باعتها للاعلى منه اللي هو سي او، فبالتالي سي او يقوم يهندلها، شكرا. اخر حاجه شكرا دي اللي هو شكرا خلصنا الكود، يعني خلصنا الاوتبوت، لسه ما خلصناش اللي احنا بنشرحه. من مميزات الشين اوف ريسبونسابيلتي ان انا عندي هنا ان انا ممكن احط بارت في اي حته في التشين بتاعتي، يعني انا ممكن احط حد فوق السي او من غير ما اغير في الكود بتاع السي او ولا اغير في الكود بتاع الفي بي ولا الدايركتور ولا اغير حتى في الكود بتاع السندر، جميل جدا. طيب او ممكن انا احط حاجه هنا في الميدل، ممكن احط هنا بارت في الميدل، ممكن احط حد ما بين الفي بي وما بين السي او برده من غير ما اغير في الكود بتاع الفي بي ولا الكود بتاع السي او ولا اغير في كود اي حد، تمام، يعني اكستندبل من الاخر يعني. طب خلونا نشوف كده بروجرامينج سيناريو، حاجه كده بنقابلها. مثلا لو احنا هنتكلم على الاندرويد ديفلوبمنت، في حاجه اسمها جي لايد او جلايد او ايا كان النطق بتاعها، يعني
دي حاجه كده ببقى عايز ان انا مثلا دي باكج او لايبرري بنستخدمها عشان لو انا يبقى عندي مثلا اليو اي بتاعي عايز افتش، عايز اجيب صوره فيه، فعشان ارندر الصوره دي على اليو اي، فانا ببدا اشوف الصوره دي هجيبها منين، يعني هجيب الصوره دي كده اروح اجيبها من انهي اتجاه، تمام؟ فاول حاجه ان انا عندي اليو اي بتاعي عايز الصوره، هو ملوش دعوه، هو عايز الصوره تجيبها له منين بقى، هو ملوش دعوه. فانت هيقوم باعت يقول يا جماعه انا عايز الصوره، تقوم رايحه للميموري كاش، هل الميموري كاش فيها الصوره؟ لو هي فيها الصوره خلاص زي الفل، هترد عليه بالصوره. طب الكاش او الميموري بتاعتي ما فيهاش الصوره بتاعتي، او اعمل ايه؟ ادور على الديسك، اشوف في الديسك بتاعي، لقيت الصوره بتاعتي في الديسك او باعتها. طيب لو انا ما لقيتهاش في الديسك، اخر حاجه هو ما فتش الصوره دي من الانترنت، تمام؟ فدي الطريقه اللي شغال بيها جلايد او جلايد او جي لايد، او شوفوا بتنطقوا ازاي. طيب ايه المشاكل اللي موجوده في التشين اوف ريسبونسابيلتي؟ اول حاجه عندنا في مشكله افشنسي ممكن تحصل لو انا عندي التشين بتاعتي الحلقات دي زادت. بمعنى ايه الحلقات دي زادت؟ بمعنى ان انا هبقى محتاج هنا ان انا كل ما التشين بتاعتي دي قاعده بتزيد، كل ما انا ممكن يبقى الريكوست بتاعتي فوق خالص في الاخر، فهبعت الريكوست للدايركتور، الدايركتور لا مش تمام، بعد كده الفي بي، في بي مش تمام، ميدل مش تمام، سي او مش تمام. فكل ما البتاعه دي قاعده عماله بتطول معايا، كل ما ده ممكن يعمل لي مشكله في الافشنسي، ان انا بضيع وقت على الفاضي، مش ببعت الحاجه اللي هيهندلها على طول. تاني حاجة، أنا ما عنديش جارانتي إن الريكوست بتاعتي تتهندل، بمعنى إن أنا ممكن أبعت الريكوست بتاعتي للميموري كاش مش موجودة في الميموري، الديسك مش موجودة في الديسك، يجي فتش من الإنترنت يحصل مشكلة، خلاص ما تهندلتش، ما الريكوست اللي بعتها ما تهندلتش، تمام؟ بس كده، وأتمنى إن يكون الشرح بسيط، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقفل منين؟ كنترول سوبر.